هو ده الدستروير اللي كان أروان بيلعب معايا دلوقتي في التيم. يقعدوا يصمم كده فاهم، خليه يلعب الاتنين صمم بيلعبوا ضد بعض فاهم، ناس يعمل ده تعرف ده كلاس مقرف أوي أوي، وسيل الإشمئزاز يعني. السامونز بتتخانق مع بعض فاهم؟ الكومبو غريب ده عمال ايه يا ربيع، ولا حلو والله
اتفرج على الفيديو ده يا كريم، لازم. ماشي، عشان هتكيف قوي قوي قوي.